take your time. Okay. أول شيء الله يعطيكم العافية. وفي يوم شوب زي هاليوم أنا بعرف إنه اليوم يعني أخف دم هيك شوي توا كمان بس ستيل يعني مع الترينينج 8 ساعات واتيفر الله يعطيكم العافية. طيب أوكي اليوم يعني بتمنى إنه سيشن الفاير وول أضفت كمان اكسبيرينس جديدة أو نولج جديدة في السيستم كونفيجريشن وكيف انه احنا يعني لاحظوا ستيب باي ستيب عملنا بنزيد عنا التولز اللي ممكن استخدامها في بناء سكيور سيستمز. اوكي طبعا زي ما حكينا هذه كل الامور بدها الواحد يقعد ويسوي تيست بيد بنسميه او تيست انفايرمنت ويجرب كل هاي الاشياء ويضمن انها كونفيجرد وتيستد حسب المؤسسة أو حسب الـ environment أو الـ communication traffic اللي موجود في المؤسسات عندكم. لكن مش إشي مستحيل يعني واضح جدا إنه القضية بدنا نطور الأدوات ونستخدمها. Once إنه بلشنا نستخدمها ما فيش إشي صعب نفهمه. بالترمز اللي إحنا خدناه لهلا الـ encryption, integrity, authentication, authorization كل هاي التيرمز كلياتها صارت عندنا فهم حقيقي للأشياء بنكمل من خلالها لبناء القدرات اللي عندنا من أجل إنه نبني سيكيور سيستمز. أنا شخصيا بعتقد إنه بالأدوات اللي مشينا فيها لحتى الآن مع مثابرة ومتابعة فيش حدا فيكم بيقدرش يسوي ريال سيستم أوكي وريال سيكيور سيستم. لكن ما حدش بيقدر يقول إنه بكرة بيقدر يسوي. ما حدا ادعى انه بكره بنقدر يعني تو ستارت وذ ا سيكيور سيستم بس اي ام شور انه من بكره كل واحد فيكم بيقدر يبدا الستبس الحقيقيه لبناء سيكيور سيستمز. اليوم بنكمل وعدكم نحكي ثلاث شغلات المره الماضيه لان كل واحد فينا معاه خمس دقائق وين اللي معهم اساينمنتس انا واحده منهم ومع الاستاذ معنا بس ممكن ناجلهم ليوم الثلاثاء. اوكي محضر حالك انت لخمس دقائق محضرين حالكم لخمس دقائق اوكي نخليها ليوم الثلاثاء عشان بدي نخلص موضوعين اليوم اللي هم الاف اي ام والوايرلس. تفضل بس بالنسبه للوثيقه السياسات موجوده حاليا. اوكي موجوده موجوده على الدروب بوكس. ممتاز اشكرك جزيل الشكر. وانا معي الوثيقه اللي انا وعدتكم فيها تاعت البي بي يو بس كلهم بدنا نحطهم مع بعض لما نحكي عن الايزو. اوكي لما نحكي يوم الثلاثاء عن الايزو تم لنا موضوعين طبعا غير اليوم اللي هم الايزو 27000 راح نحكي فيه وراح نحكي في الـ في الـ في الاوديتنج. طبعا الاوديتنج احنا بنعرف انه طول الوقت لازم يكون معنا اوديتنج. لما بتبني فاير وول بدك اوديتنج. لما حدا بيدخل على الفاير وول عندك بدك اوديتنج. لما حدا بيسوي اي اكشن على الفاير وول او على اي بارت اوف يور سيستم اتفقنا انه بدنا اوديتنج. كونسبت الاوديتنج كونسبت مش صعب للادمنستريتورز ومفهوم واضح بس بدنا نشوف كيف احنا اهميته بالنسبه لنا في الاناليسز والفولو اب لاكتشاف المشاكل ومن ثم to take actions accordingly. اوكي يعني هذا اهميه الاوديتنج. بدنا عندنا موضوعين على اساس نحضر للاب يوم الثلاثاء الصباح. اوكي لانه انا برضه راح اجي متاخر يوم الثلاثاء مثل اليوم راح يجي غنام راح يعطيكم الوايرلس لاب مع الراديوس بروتوكول. اوكي الراديوس مين عمره بنى الراديوس بروتوكول استخدمه الراديوس اللي هو عمليا كان للدايل اب اذا متذكرين في الزمانات. مين متذكر مين عمره سوى كونفيجريشن للدايل اب سيستم على المودمز مش على الاي دي اس ال اليوم. اوكي طبعا هو يستخدم فيهم كلهم بس كان يسوي ريموت اوثنتيكيشن. اوكي باستخدام الراديوس بروتوكول يعني تدخل على السيستم بدل ما تبني اليوزر نيم والباسورد في الاكسس سيرفر نفسه اللي هو المودم سيرفر خلينا نسميه بتسوي له كونفيجريشن عن طريق راديوس يروح يسوي اوثنتيكيشن من اوثنتيكيشن سيرفر. اوكي ومن الاوثنتيكيشن سيرفر يو بيلد اليوزر نيم والباسورد والراديوس كان بي كونفيجرد وذ اكتف دايركتوري. هذا الشيء الحلو سو اذا عندك انت اليوزر موديل اليوزر والجروبس
already configured عندك في الاكتيف دايركتوري فور اكزامبل او في يونكس اوبريتنج سيستم, you configure a radius to connect with the active directory and authenticate from your active directory to access ايش, to access ال dial up modems. لكن اليوم فيش dial up modems, بطل في dial up modems, في عنا ال wireless things كثيره, اوكي ال wireless issues, ال wireless access points. فراح نشوف كيف كمان شوي نستخدم ال radius مع ال wireless حتى ال users يصير يقدر يسوي authentication مش من ال wireless access point, مش shared كي, اوكي مش شيرد كي يعني للكل بيعرف الكي, كل يوزر بيقدر يدخل على الوايرلس من خلال اليوزر نيم والباسورد تاعته اللي موجودات عندك في الاكتيف دايركتوري. اوكي يعني احنا مشينا وان ستيب اهيد في كونسبت الوايرلس. لكن قبل ما نبدا في الوايرلس عندنا سيشن 9 اللي هو الفيدريتد ايدنتيتي مانجمنت. مين عمره سمع بهذا التيرم؟ مين عمره سمع بهذا التيرم بالتحديد؟ طبعا انا بعرف انكم تعرفوا عنه كثير, هلا راح تكتشفوا انكم تعرفوا عنه, بس هذا التيرم بالتحديد مين عمره سمع فيه؟ حدا عمره سمع فيه فيدريتد؟ اوكي اتس ذا سيم اولموست, يعني 99% ذا سيم, بس هذا الكونسبت بيهايند ات. اوكي هو عباره عن امبلمنتيشن للفيدريتد ايدنتيتي مانجمنت. طبعا الفيدريتد سيرفيسز اللي في الويندوز هي اكستنشن للاكتيف دايركتوري كونسبت, ما هلا راح نحكي شو الميزات اللي فيه. هذا الكونسبت تاع الفيدريشن بشكل عام هون موجود, وكي راح ناخذ تو اكزامبلز عليه, ناخذ الشيبوليث وراح ناخذ الدوت نت باسبورت. قبل هيك سمعتوا عن الدوت نت باسبورت, اكيد راح نشوف كيف بنستخدمه. فالفيدريتد ايدنتيتي مانجمنت سمثينج ويتش از فيري انترستينج فور اي جوفرمنت. اوكي ات ويل بي انترستينج فور اور ابلكيشنز ان ذا اي جوفرمنت, حتى نشوف كيف ممكن انه نكمل بناء السكيور سيستم مع الاوثنتيكيشن مع الاوثرايزيشن مودلز اللي احنا حكينا عنهم حتى الان. So in this session, okay, we will continue understanding the concept of underlying secure information systems. Also, we will have an understanding of various techniques used in identity management, the design, motivation, design, operation, and management of modern systems for encryption, authentication, authorization, and identification. عنا بعض الانتلكتشوال سكيلز بنضيفها كمان اللي هو ديزاين اند تو اند سكيور اند افيلابل سيستمز, الابيليتي تو انالايز ذا انفورميشن, سكيورتي ريكويرمنتس فور ان اورجانيزيشن اند اناليسيس اند ايدنتيفيكيشن اند جروب ورك سكيلز. اوكي ممكن نكسبها من خلال هذا السيشن. سو في هذا السيشن راح نحكي عن انترودكشن, راح نسوي اوفر فيو سريعه لكونسبت الاتش تي تي بي اوثنتيكيشنز, الكوكيز, المايكروسوفت باسبورتس والكابتشاز. بعدين راح نحكي عن التراست دومينز والاكسس, ديفرنت اكسس كيسز, المودلز للاكسس للابلكيشنز في الاورجنايزيشنز مينلي في الاي جوفرمنت. وبعدين راح نحكي عن الاف اي ام, بعض يعني بعديها راح نكتشف انه من المشاكل اللي موجوده عندنا فوق راح نكتشف اهميه الاف اي ام لنا. فهذيك الساعه بنعرف الاف اي ام والبراميد والتيرمز المختلفه مع بعض الاكزامبلز على الاف اي. سو يوجوالي از ان انتدكشن, في عندنا ماني اورجانيزيشنز, احنا بالنسبه لنا الكيس ماني مينستريز, صح؟ وي هاف قديش تقريبا عندنا حوالي 23 تقريبا وزاره, وفي عندنا كمان ابصر اكم من هيئه حكم محلي واكم من بلديه وبلديات كبار, يعني في اولموست 50 اورجانيزيشن بنقدر نقول هذول غير الوزارات, يعني 50 23 عم نحكي عن 80 مؤسسه, عن 80 مؤسسه يعني ممكن يوصلوا مع بعض الببليك سيرفيسز الثانيه زي شركات التامين زي بعرفش ايش, بعض البنوك ممكن توصل ل 100 150 مؤسسه يعني. اوكي سو كل واحده فيهم هذول من ريكوجنايز سنسيتيف بات ان كلاسيفايد نتوركس اند انفورميشن سيستمز like different ministries and entities in Palestine. كل واحدة فيهم استثمرت في التكنولوجيا اللي عندها, واضح ما شاء الله عليكم كل واحد فيكم عنده, على لو اشرح بلش اشرح على السيستم اللي عندك, بقول لك عندي فاير وول وعندي اوثنتيكيشن سيرفر, عندي اكتيف دايركتوري, عندي يونكس, عندي اي دونت نو, عندي كل هذه الاشياء, عندي 23 فرع, بعضكم عندكم مثلا ما شاء الله افرع كثيره للبلديات زي ما سمعنا من الانترو يعني لما تعرفنا عليكم. سو كل واحد فيهم من هذول المؤسسات عنده انفراستراكشر واستثمر فيها, والاستثمار مش سهل, والتشينج مانجمنت اصعب كمان. يعني لو اجي اقنع انا هلا البلديات اقول لهم بلديه الخليل تشبك مع بلديه نابلس, انو اللي بده يرضخ للثاني؟ بلديه الخليل تتبع السيستمز اللي انفستد في بلديه نابلس, ولا بلديه نابلس تتبع البوليسز والاشياء اللي انفستد في بلديه الخليل؟
والتشينج ماله صعب، والتشينج مانجمنت فيهم يعني التغيير وقبول التغيير شو مالهم شيء معروف يعني في بني ادم مش شيء سهل. راح يصير عندنا كونفليكت وكلاشز ولا هيك احسن ولا هيك مش احسن، واحنا بس لو نسوي هيك وعندكم مشكله وما عندناش مشكله ويل اند اب دوينج نوثينج. اوكي لايك اولويز، اوكي لايك اولويز. سو كل مؤسسه من المؤسسات سوت تراست ريليشن شيب بات ار نوت انتر اوبرابل وذ ايتش اذر انفورشنتلي. اوكي يو كانت تراست الناس اللي في بلديه الخليل من بلديه نابلس او العكس. منستري اي داز نوت تراست منستري بي او بالعكس. طبعا بحكي على اليوزرز هون، مش بحكيش على مستوى السياسي، بحكي على مستوى يعني التكنيكال وايز. يو دو نوت اكسبت ا بيرسون اوكي من وزاره الاتصالات يدخل على وزاره الداخليه واتسو ايفر. مزبوط ولا لا؟ يعني انت مش عمالك تقبل انك تعطي معلومات مجانا واتيفر. اوكي مش عمالك بتقبل. فكل واحد منهم يدول استثمر في السيستم اللي عنده، وكل واحد فيهم need to ensure that the right individuals have access to authorized resources they need regardless of where they are residing in the enterprise. ففي اي مكان من مما كنت، احنا في النهايه شو بدنا؟ بدي انا اذا انا لي حق اني ادخل في الجامعه البوليتكنيك لما اجي هون، الاصل كمان اللوجيك بقول هذه مؤسسة فلسطينية، يعني فيش إشي اسمه بوليتكنيك وإيش اسمه بير زيت، فيش إشي اسمه وزارة اتصالات ووزارة داخلية بكونسبت فلسطين، بكونسبت فلسطين ما فيش، صح ولا لا؟ تقول ليش نقنعنيش؟ لأنه تاني يوم ممكن الوزراء يتبدلوا، يمكن الموظفين يتبدلوا. ما تقنعني إنه في إشي اسمه وزارة داخلية وإشي اسمه وزارة حكم محلي أو وزارة اتصالات وهذه كومبليتلي مملكة اندبندنت عن هاي. هلا هذا اللي صاير مزبوط، بس هذا خطا. مزبوط ولا لا؟ في النهايه انا يعني لما بوثق في مصطفى في وزارته المفروض اوثق في مصطفى في وزارتي، هيك الاصل، صح ولا لا؟ حدا عنده غير هذا الحكي؟ اذا عنده غير الحكي نبلش نوقف الحكومه الالكترونيه. مزبوط ولا لا استاذ منير؟ كمان مره يعني بتعلق، بس بدي اسمع منك يعني كمان مره. اذا انا بثق تمام الثقه في انه مصطفى يدخل على الداتابيز في وزاره الداخليه، ليش ما اثق في يحيى اللي في وزارة العمل لما بدخل على الداتابيز في وزارة العمل انه يستطيع يكون هو اوثنتيك بالنسبه لوزارة الداخلية؟ مش بضروره، بحكيش على شو يسويها، مش معناته انه مسموح له، لانه ممكن يكون شخص اخر في وزارة الداخلية مش مسموح له اللي بيسويه مصطفى. بس من حيث المبدا مصطفى مفروض يثق في يحيى ولا مش مفروض؟ انا بحكي اوثنتيكيشن وايز مش اوثورايزيشن وايز، مش شو يسويها. يثق في الكريدنشلز تاعت يحيى في وزارة الداخلية في وزارة العمل، لما يجي عند مصطفى يقول له انت يحيى وانا بعرفك وانا متاكد انك يحيى. يعني هلا شو مسموح له يسوي؟ موضوع ثاني، صح ولا لا؟ تفضل. يعني كاشخاص بعتقد انه طالما الشخص هذا مؤهل انه يعمل في وزاره او في مؤسسه كشخص ثقه. ولكن هل تدرب هذا الشخص على اهميه البيانات الموجوده؟ يعني البيانات الموجوده في وزاره ما ليست باهميه البيانات الموجوده في وزاره اخرى. أوكي. فبالتالي الكارير اللي بني مع هذا الشخص على انه هو سكيور وماشي بطريقه معينه بالسكيورتي بتخليه ربما عنده هولز شخص يعني في المنطقه الثانيه، مش لانه هو غير ثقه كشخص، لانه هو ما تدرب على الحساسيه للمعلومه الموجوده في وزاره اللي بحكيه. ايوه اوثورايزيشن ولا اوثنتيكيشن يا استاذ منير؟ اللي تفضلت فيه الثاني التفصيل. اوثرايزيشن هو بيحكي بس باول جمله حكى لي هو انا واثق فيك كشخص وزاره. انت خلص اوثنتيكيشن. هذا اوثنتيكيشن. هلا اوثرايزيشن شو مسموح له؟ مسموح له يشوف مثلا، مسموح له لك، مسموح له بس يجي يطلع على الاجهزه كفي. يقول لك من بعيد من هون هيك زي ما انا شايفه بدون ما اطلع على، مسموح له مش مسموح؟ انا فلسطيني بتقدرش تمنعني اني ادخل هون. اوكي ما بتقدر تمنعني اني ادخل هون اتفرج على الجروب هاي اذا انا من جامعه محترمه وانا جاي من جامعه محترمه. شو المفروض تمنع؟ ممنوع ادرس موضوع ثاني، يمكن بقى يعني بدها بروسس ثاني على اساس اني ادرس، بس اني اسوي شيء ابدا ولو شيء بسيط، اني ادخل على البوابه اقول انه انا جاي زياره عند الاشخاص هون في جامعه بيرزيت، المفروض انه يكون اوثنتيك، صح ولا لا؟ طيب بيرسون بتعامل مع وزاره الداخليه، بده باسبورت من وزاره الداخليه، وزاره الداخليه وثقت فيه لانه هو كلاينت عندها، كلاينت بغض النظر كافي كيف سوى، سجل ضمن الإجراءات الصحيحة وصار بيرسون تراستد بالنسبة لوزارة الداخلية.
ليش وزارة الاقتصاد أو وزارة الحكم المحلي أو وزارة الاتصالات بتمنعه يدخل عندها على السيستم ويقدم له رخصة ما دام قدم امبارح لجواز سفر؟ لسه امبارح مقدم لجواز سفر ومسوي يوزر نيم وباسورد في وزارة الداخلية، ليش ما يستخدم نفس التوكنز يقدم رخصة اليوم؟ يعني هي أنا وزارة الداخلية أشطر من وزارة الاتصالات في عمل الاوثنتيكيشن؟ بحقلوش أنا كمان مرة authorization أوكي؟ بحقلوش يكون عمل طبيعي. أوه. أنا موظف في وزارة الاتصالات. أنا بحكيش عن موظف، أنا مواطن، أنا مواطن، أنا مواطن تبعيتي لجامعة. مين مسؤول عنا إحنا كجامعات؟ وزارة التعليم العالي. أنا إلي يوزر نيم وباسورد محترمات في وزارة التعليم العالي. اليوم بدي أقدم أدخل على وزارة الداخلية أقدم جواز سفر، ليش جواز ليش وزارة الاتصال الداخلية تسمح لي؟ ليش ما تقول لي تعال تسوي عندي يوزر نيم وباسورد؟ مش معقول. ديروا بالكم أنا بحكي شوي شارب ها. تكنيكال إحنا كتكنيكال من عندنا تخوف دائما، عندنا هروب من الحقائق. طب ما هي وزارة الاتصالات وزارة التعليم العالي واثقة مية. أنا طالب أو أستاذ في جامعة. وثقت فيي، ليش ما تثق فيي أنت؟ أوكي؟ خلينا نشوف كيف نقدر نسوي إشي زي هيك. بس هذا كله بده بوليسيز، بده ليجل إيشيوز عشان نطلع في هذا الليفل. تكنيكالي دير بالك سهل الحكي جدا الحكي، راح نشوف إنه سهل وممكن عمله. إذا وزارة التعليم العالي بتوثق فيي يجب أنت عليك يا وزارة الاتصالات أو وزارة الداخلية أو وزارة الحكم المحلي أن تثق. تمام. نقطة هلا بفرجيك كيف هذا الحكي صح. عقليتك قابلته مش قابلته موضوع ثاني. عقليتك قابلته ولا مش قابلته موضوع تاني. نشوف تكنيكال بنقدر نسويه ولا بنقدرش. اوكي سو كل وزاره فينا زي ما حكينا بدها تتاكد انه الاشخاص الصح هم اللي قاعدين بدخلوا على الريسورسز اللي عندها صح. اوكي سو طبعا مثال عليها اللي اعطيتك اياه يعني انه انا في وزاره في التعليم العالي ممكن الدرايفنج لايسنس اللي سمعناه في اول مقدمه من الدكتور مصطفى كيف انا بدي اسوي درايفنج لايسنس بدي اروح على وزارة الصحة أطلب مثلاً فحص خلو أمراض أو فحص نظر، بعدين بدي أرجع على وزارة الداخلية أتأكد من الهوية تاعتي، بعدين أرجع على وزارة الاتصالات أبدأ إجراءات عمل الرخصة. كل هالإنفورميشن بتتحرك بين ال different ministries. أوكي هذه الإنفورميشن تتحرك وفيها كلها عمليات authentication وعمليات authorization صح، كلهم حسب اللوجيك اللي عنده. So security and the privacy of information are major اوكي امبيدمنت تو انفورميشن اكسشينج اند سيستم انتروبرابيلتي. لاحظوا المشكله وين. الكل بيقول انا عندي السيستم سيكيور والكل بيقول في عندي انا برايفسي. طبعا في شيء اسمه برايفسي على شخص بحق له يطلع على او يسوي اشياء. الفلسطيني اللي في وزاره التعليم العالي اللي في جامعه البوليتكنيك هو فلسطيني في وزاره التعليم العالي، ممكن يكون في جامعه بير زيت. في حدا عنده غير هيك؟ هلا جامعه بير زيت بيقول انا عندي برايفسي بوليسي بقدرش. اذا بدكش انت ايش انتروبرابيلتي انتهى. جامعه البوليتكنيك انا بقبلش انا من خضوري او من بير زيت او من 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 اي جامعه ثانيه. اذا يا بي بي يو انت ما بدكش شيء اسمه انتروبرابيلتي. اذا احنا من هون ونقطع من هون ومنقطع. اوكي هل احنا مستعدين؟ سؤال مهم جدا، لانه نتعاون ونتبادل المعلومات بشكل صحيح وسليم ولا مش مستعدين؟ اذا مستعدين من يعني وي ويل بروف انه التكنولوجي ويل سبورت اس. اذا احنا مش مستعدين وخايفين معناته كمان 100 سنه بصيرش عندنا ايش لا اي جوفرمنت ولا حتى اي سيرفيسز. اول رايت So users must subscribe to multiple sites and manage multiple security credentials in order to get access to the resources they need different at different ministries. يعني أنا لما بجي على بير زيت بدي أضطر أدخل أروح مركز الحاسوب في بير زيت ولا لو سمحت انشئ لي يوزر نيم وباسورد. لاحظوا بنشئ لي ها. ولا يستخدم تعوني اللي في بي بي بيو. يعني تخيل أنت وين المربط الفرس. أوكي فاهمين شو اللي بحكيه؟ يعني مستعد ينشئ لي يوزر نيم وباسورد كاستاذ بقول لك اهلا وسهلا تفضل دكتور يا ميت اهلا وسهلا وعراسنا وعيننا. وبنيجي عند المدير هون صاحبنا وحبيبنا وعند المشرف يعني المختبرات او مشرف الشبكه وزي الصاروخ بنشئ لك يوزر نيم وباسورد وقت ما بدك ويا ميت اهلا وسهلا وهي الوايرلس وكل ما بترجع تدخل على الوايرلس وكله تمام. طب
طب قول له يقبل اليوزر نيم والباسورد اللي بيبلغ. بقدرش متاسف. انتوا جامعه واحنا جامعه. ليش؟ من نفسه نفس البروسيس ولا شيء بيختلف. كل ما بلزمه انه انا زي ما بسوي اوثنتيكيشن في البي بي يو اسوي اوثنتيكيشن هون، هذا كل اللي بيلزمه. هو مش بده اكثر؟ هلا قديش يعطيني سيرفيسز هو حر. قديش يعطيني اكسس على الاشياء كل واحد وسياسته. بس مين انا؟ انا اللي في البي بي يو، نفسي انا اللي في بير زيت جاي، نفسي انا البارت تايم هون او الفول تايم هون وات ايفر. اوكي غريب جدا مع انه البطانية خلص. سو اذا انا في كل محل عندنا قديش اتفقنا كم مؤسسة عندنا؟ 100 اتفقنا ممكن يوصلوا 100-150 مؤسسة مختلفة. نفترض انه انت كيوزر يوجو اللي بتحتاج 10 منهم. اذا بدك 10 يوزر نيمز و12 باسورد. يعني 10 يوزر نيمز و10 باسورد. ليش 12؟ مش عارف. تنتين احتياط. اوكي اذا مشكله ولا مش مشكله؟ مشكله. وي ويل توك اباوت ا سنجل يوزر سنجل باسورد كونسبت. بس قبل تفضل. اوكي ما احنا اتفقنا في مصيبه هون من المره الماضيه. اتفقنا انه في مصيبه. شيء المصيبه هون؟ اذا انكشفت وحده بدك تفر على ال 15 سيستم تقول لهم مشان الله غيروا، تكتب طلبات غيروا لي اليوزر نيم والباسورد، مع انه هي المفروض تتغير بس مره واحد. صح ولا لا؟ يعني مش مشكله تستخدمهم نفسهم. كثير معظمكم بيستخدم في الياهو في الجوجل وفي هذا نفس الباسورد. بس اذا انكشفت وحده منهم شو بيسوي؟ ضاع. او بده يضطر شو يسوي؟ يروح يغيرهم في كل ضياع. ضياع ما هو ضياع ضياع، بس يعني الضياع المستمر المشكله انه بده يضطر بدك تروح تغيرهم. بينما لو تستخدم انت في الدخول عليهم كلهم اللي هو live.com باسورد، واللايف.com مسموح لك تدخل على الجوجل، مسموح لك تدخل على الياهو، مسموح لك تدخل على الفيسبوك منها فور اكزامبل. اوكي لما تنكشف بتروح بتغيرها بس في اللايف.com، بتغيرهاش فيهم كلهم. اوكي سو هذه الفكره الاساسيه. سو ليت اس اوكي هاف ا فيري كويك لوك. كلكم بتعرفوا ال HTTP بروتوكول. ال HTTP مينلي اوكي ومع الكوكيز يجي يقول في عندنا HTTP ريكويست من اليوزر تنبعت بال HTTP مع الاي بي ادرس. صح لما بتسوي ريزوليوشن وبعدين تنبعت للسيرفر كريكويست. بعدين بيصير في عندنا من السيرفر لليوزر HTTP ريسبونس وبتسوي ست لكوكيز. شو الكوكي؟ مين بيعرف شو الكوكي؟ ستاتس انفورميشن. سمبلي ستاتس انفورميشن. ممكن تكون انكريبتد وممكن تكون كلير تكست. ممكن تكون انكريبتد وممكن تكون كلير تكست. اوكي سو الكوكيز الاو ا ويب سيرفر تو ستور ستيت انفورميشن بنسميها اوكي فور اتسلف يوزوالي انكريبتد اون ذا يوزرز براوزرز. اوكي سو على الانترنت اكسبلورر طبعا اذا ما كنت مسوي الاو كوكيز عندك كثير سايتس ما بتشتغل. كان كثير ويب سايتس ما بتكملش شغل عندك، بتقول لك كانت اوبن او كانت لود البيج. ليش؟ لانه بدها انفورميشن تخزنها عندك. اوكي بدها انفورميشن تخزنها عندك في البراوزر حتى تكمل وتشوف الستاتس تاعها. السايت كان ستور ماني كوكيز اند ذا كلاينت شود ريتيرن ذم اول وين ريتيرنز تو ذا سايت. يعني بمعنى او باخر لما انا بطلب www.baltel.com فور اكزامبل او الوطنيه.com ببعث الريكوست. الوطنيه بتسوي عندي كوكي بتحطها في البراوزر. هلا في كل ريكويست جديده من عندي ببعث اللي هو الاتش تي تي بي ريكويست ومعها ببعث الكوكي مع الريكويست نفسها. هلا يوجوالي هذه بتسوي لها مانجمنت لهي الكوكي. ات ميك سم ديسيجنز بيزد اون ذيس كوكي اند ريتيرنز ريسبونس اكوردنج. اوكي سو كل مره ببعث بروح وبرجع. من الشغلات اللي ممكن الواحد يستخدم فيها الكوكيز ايش مثلا في مجال الاوثنتيكيشن؟ السيشن تراكينج او السيشن يعني السيشن اوثنتيكيشن حتى كمان. يعني مرات كثير انت لاحظ بتفتح الايميل للياهو، تعال افتحه من براوزر ثاني او من نفس البراوزر في تاب ثانيه برضاها. بينما سكر السيشن او سوي اكزيت او لوج اوت
افتحه من ويب تاني لازم يعاود ايش يطلب منك هذه مثال على كيف الكوكي ممكن تعطيه السيرفر انفورميشن انه هذا السيشن از اكتف ولا مش اكتف وقديش لها مفتوحه فور اكزامبل ومين يعني ديفرنت انفورميشن ريسبونسز فور اكزامبل يو كان شير اوكي وذ ذا سيرفر اللي هو البريفرنسز اللي عندك اكثر من شغله احنا بتهمنا اكثر شيء لايش لقضايا الاوثرايزيشن اوكي بتهمنا اكثر شيء لقضايا الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن لانه راح نشوف ممكن اني استخدمها في عمليه الريدايركشن اوكي سو اتش تي بي ريدايركت الاوز وان سيرفر تو باس انفورميشن تو انذر سيرفر فيا البراوزر از انفورميشن ان اي يو ار ال اوكي سو انا بطلب ريكويست مثلا من هذا السيرفر السيرفر بده يحولني على سيرفر ثاني بس بده يبعث معي انفورميشن فببعثها عن طريق الريدايركشن اوكي سو ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 وبعدين ستيب 4 بنسميها هذا نوع من انواع الايش الاتش تي تي بي ريدايركشن يعني مش كل الويب بيج او كل الانفورميشن جبتها من هذا السيرفر يمكن اجاني جزء منها من هون بعدين بعت معي انفورميشن وجزء الثاني جاء من هون بس هو ببعت انفورميشن يعني ممكن فيش داعي يعني هذا بيعتمد على سبيل المثال على الاوثنتيكيشن ستيتس تاعتها فاذا انا اوثنتيكيتد هون ذس ويل اكسبت الاوثنتيكيشن بس منين بده يعرف انه انا اوثنتيكيتد ولا مش اوثنتيكيتد من الكوكي اوكي فالكوكي موجوده هون او من البراوزر اللي هون ببعت لها وهذا بيقبل الكوكي اللي هذا كان مسوي لها سيشن على سبيل المثال الكابتشاز ليش تستخدم عادة؟ إذا أنا بسوي ريبيتيد أكسس لويب سايت ممكن إن أسوي دينايل أوف سيرفيس أتاك صح؟ فإذا استخدمت الكابتشاز ممكن الكابتشاز اللي هي عبارة عن الصور وإدخال الانفورميشن لليوزر عن طريق الصورة هذا راح تلزمنا شوية في عملية إيش إدخال الـ بسموها كومبليتلي أوتوميتد بابليك تورينج تيست تو تيل كمبيوترز أند هيومن humans apart designed to stop automated user registration programs حتى ما اخلي انا عباره عن سكريبت يسوي لي يوزر كرييشن ليوزر نيم وباسورد كرييشن ليوزر نيم وباسورد كل يوزر نيم وباسورد بكون بدهم كابتشا عشان هيك ما السكريبتس ما بتستطيع انها تكشف هدول الكاركترز بسهوله بدها ايمج بروسينج نوع من انواع الايمج بروسينج فعشان هيك ما بصير عمليه ريجستريشن للسايت بالشكل السريع اللي ممكن انها تسوي اتاك او انها تسوي دينايل اوف سيرفيس اوكي اذا اخذنا هيك بس يعني انفورميشن عن الاتش تي تي بي راح نشوف كمان شوي راح نستخدمها في عمليه الريدايركشن لما بنسوي الاف اي ام اوثنتيكيشن نحكي على عن كونسبت جديد اللي هي اسمها تراست دومين دومينز ديفينيشن تراست دومينز ديسكرايب ذا باوندريز اوف ا سيكيورتي انفراستراكشر اوبريتنج اندر ا كونسيستنت سيت اوف بوليسيز سو هذا تراست دومين 1 في عنده يوزرز اورجانيزيشنال يونتس عنده ديفرنت انتيتيز وكلياتها شمالها ضمن بريمتر معينه وضمن راوتينج دومين معينه ممكن بوليسيز معينه يعني ممكن تكون هي تمثل وزاره تمثل جامعه تمثل بلديه تمثل وزاره مع الافرع اللي لها زي وزاره التعليم العالي مع الدايركتوريت تاعتها ممكن تمثل زي البلديه مع الافرع اللي لها بس كلها بحد ذاتها تراست دومين شو يعني تراست دومين كل يوزر بيقدر يدخل من اي موقع يستطيع انه يسوي اوثنتيكيشن من نفس الاكتيف دايركتوري او من نفس الروت اوف تراست اللي موجود عندنا ممكن يستخدموا نفس السيرتيفيكتس نفس الراوتينج بروتوكولز وات ايفر اوكي يعني كلياته على بعضه بالنهايه ايش ادمنسترد تحت نفس البوليسيز تحت نفس الكونسبت في عندنا كمان تراست دومين 2 موجود لكن هل تراست دومين 1 كان تراست اني انتيتي فروم تراست دومين 2 اوكي يعني ممكن هيك وممكن ممكن ما تكونش مبنيه هاي كمان ممكن زي ما حكينا انه الوزارات اليوم في معظمها هي بحد ذاتها تراست دومين كل وزاره من الوزارات لكن الوزارات مع بعضها لبعضها مش تراست دومين اوكي ما فيش تراست ريليشن شيب بيناتهم كان مظبوط ممكن الواحد ياخذ مثلا الداخليه انها تراست دومين هي كل الدومينز الثانيه اللي عملها تراست ممكن يعمل لوج ان مظبوط بس عندك اجت الاتصالات قالت صرت مستثمره انا صرت حاطه ملايين في عندي وعندي يوزرز وعندي باسوردز وزاره الاقتصاد بتقول لك ليش انا 90% من وقتي بتعامل مع التجار وبتعامل مع هذا واي
وزارة الداخلية تتعب قلبها معي، يعني أنا ما بدي منها إشي ماشي على رأس وعيني. So why وزارة الداخلية تكون هي التراست دومين للكل؟ فقط للأوثنتيكيشن يعني، مش إنه أوكي بدك ترجع أنت فكرة الكيربرس في النهاية صح؟ بدك ترجع فكرة الكيربرس. أوكي so we'll see. الإف آي إم لا، الإف آي إم كل واحد فيهم ستيل تراستد عند نفسه، لكن ببني إذا أنا تراستد هون، هذا الكونسبت تاعي أنا اللي أنا بحكي فيه. إذا أنا تراستد هون بدي أبني ريليشن معينة مع الدومين 2 بحيث إنه يقبلني كتراستد انتيتي زي الوزارات. يعني أنا في وزارتي كمان مرة شخص محترم، لما بروح على وزارة تانية نفسي أنا ما اختلفتش. اللي اختلف إنه في عندك بس التراست دومين اللي اختلف صح، مش الشخص اللي اختلف أو مش الكريدينشلز اللي اختلفت. ف طيب هذه الوزارة مع هاي الوزارة هم منين جايين؟ من السماء التنتين جايين من الحكومة. اكزاكتلي جايين من الحكومة تماما، جايين من الحكومة. سو في عندي شيء بنسميه كمان شوي فيدريشن او اتحاد الوزارات، وهذيك الساعة اللي هي مين اتحاد الوزارات بالنسبة لنا؟ الحكومة. الحكومة صح. اوكي سو اوثنتيكيشن اند اوثورايزيشن ار تيبيكالي ريكوجنايزد اونلي وذين ا جيفن تراست دومين، انليس طبعا في عندي بعض الاكسبشنز، في بعض وزارات بانين بيناتهم بعض الاشيز، بس الكونسبت ككل هل هو وارد لحتى الان؟ لا، ككونسبت بين الوزارات المختلفه لا. سو وات از ريكوايرد تو اتشيف انتر اوبرابيلتي اكروس ديفرنت تراست دومينز، شو اللي بدنا نسويه حتى ان نسوي نوع من القبول الكامل بين الديفرنت تراست دومينز اللي في الوزارات المختلفه. اوكي خلينا نشوف الاكسس مودلز اللي عندنا، يعني نكمل المشاكل وبعدين بنحط الحل. شو رايكم ولا نروح على الحل؟ لا نكمل المشاكل وبعدين ايش نروح على الحلول. كيس 1 او يعني عندي عده اكسس كيسز. شو الاكسس كيسز؟ وان يوزر اكسسز وان ابلكيشن اور ا سيرفيس في وان دومين. اوكي اذا اليوزر الواحد ممكن انه بس يدخل على وان ابلكيشن. ممكن يكون في عندي كيس 2 one user accessing many applications و many users accessing many applications. في غيرهم؟ في احتمال الرابع؟ فيش بتهيألي صح؟ ما في. ما هي implicit صح؟ implicit في الكيس الكيس 3. اوكي many users accessing many applications او many users accessing one application، ما هي many ممكن تروح على one application. طيب شو اللي بيصير لما one user accesses one application؟ شو بدي اسوي عمليا لحتى الان في الاشي اللي بنعرفه؟ وهذا معظم الاشياء اللي بنسويها يوميا احنا. اوكي so you have to vet or to make vetting. اوكي okay. who are you اللي هي authentication، بعدين permissions اللي هي authorization. After I know who are you, I want to know what can you do. صح؟ بعدين بدي أنا أسوي عملية credentialing. Okay, how do I know it is you؟ للتحقق كمان يعني تكميل عملية authentication. Will access requires authentication of a credentials. طبعاً usually هون عندي one username one password. Okay, one username one password. في الحالة الثانية في عندي one user accessing many applications. So assume that we have m applications, different applications on different systems. هون different applications on different systems. So كمان مرة بدي vetting و permissions و credentials. بس شو المشكلة هون؟ إنه each application must perform all steps above. كل واحدة فيهم بدها تسوي عملية authentication وعملية authorization وحتى creation والcredentialing كاملات لليوزرز نفسهم. So user must keep track of n sets of credentials. حتى لو كانوا نفسهم زي ما تفضل زميلنا، بس في النهاية شو مالهم؟ هم عبارة عن عدد، يعني لكل شخص بده يكون عنده n steps وعنده n credentials، يعني n usernames و n passwords. ليش؟ لأنه دول usually applications on different systems. Applications on different systems. طبعا تذكروا الاكسس مودلز، طبعا هون تذكروا الكابابيليتي ليستس مثلا، تذكروا كمان الاكسس ليستس، الاكسس كنترول ليستس. تذكروا الكابابيليتي ليست اللي هي عباره عن كل يوزر معاه ليست في انهم ابلكيشنز بيقدر يوصلهم.
والاكسس كنترول ليست على كل ريسورس في مين اليوزرز اللي بيقدروا يوصلوا، صح؟ كمان هون تذكروا بدهم مانجمنت بهذا الحجم ولا بدهمش على كل ابلكيشن. نشوف الفاكتور الكبير او المشكله الكبيره هي هون الصراحه، لانه عاده في الـ في الـ في الاي جوفرمنت موديل في عندي ام يوزرز يوزنج ان ابلكيشنز، والام يوزرز عندي كبير جدا. الام يوزرز كبير جدا، عددهم كبير جدا، 1 مليون، 2 مليون، 3 مليون، 11 مليون يوزر. كمان يعني هذه يعني كمان يعني كمان كمان مثل so times n، وكل واحدة بدها vetting، بدها permissions، بدها capability lists، بدها access control lists، management إلها مصيبة. الفاكتور تاعه شو ماله؟ مصيبة. Okay. We have to access. You know by this. Okay. You know by this time. أنتوا قديش هذا حجم المشاكل اللي هون. وكل واحد فيكم لما يكون في عنده 100 يوزر ولما يصيروا 1000 ولا 2000 يوزر بيعرف المشاكل اللي بتصير عنده وقديش بطء بيصير عنده. So results we have multi-factor credentials. تخيلوا طبعا يعني هذا على simple vetting كمان. كيف لو complicated vetting using biometrics for example. ساعة بدك تحفظ templates للفينجر برينتس للناس في كل لكل ابلكيشن. بدهم وزارة لحالها، وزارة وزارة الاوثنتيكيشن. اوكي وزارة الاوثنتيكيشن اكزاكتلي. بدهم وزارة مظبوط ولا لا؟ احنا موظفين والباقي فاضي، باقي الوزارات فاضية، صح؟ صح ولا لا؟ اوكي سو بدهم بيطلع لك والله يعني بدك برنا وبيطلع لك. انا معك، انا ما عنديش مشكلة نهائيا. سو في عندنا مالتي فاكتور كريدنشالينج اند فيتنج بيكمز تو اكسبنسيف. فيتنج اند كريدنشال نوت دان ويل، في مشاكل فيها طبعا بدها تصير. وفي الفولو اب طبعا از فيري هاي كوست. فيتنج تو فار فروم يوزر تو بي كيبت اب تو ديت افكتيفلي، وهاير باريرز تو اكسس. يعني بالعكس بنزيد المشاكل، بنزيد عدم قدرتنا على يعني بتقل الافيلابيليتي. هذيك الساعه بنعود نرجع على فكره الضلع تاع الافيلابيليتي، تذكروه في السي اي اي، صح؟ اذا خفت الافيلابيليتي السكيورتي بحد ذاتها شو مالها؟ بتخف، تنزل ضم. اوكي سو مين المسؤول عن مين؟ الله اعلم. اوكي هذا عندنا خرفان وديب لابس اخر. مين اللي سوى له كريدنشالينج؟ اوكي مين اللي فحصوا هذا؟ صح؟ Who did the background check on him؟ راحت فيها الغنمات. اوكي سوليوشن، بروبوز سوليوشن. هذا احد الباورفل سوليوشنز ان ماي اوبينيون، وبعتقد انه اذا فكرنا فيه ممكن انه نستخدمه بشكل جيد. اول شيء provisioning identity and user attributes اللي هو vetting and credentialing with the organization بس للام users. applications make access and authorization decisions based on trust federation credentials and user attributes. So between the different trust domains ببني اتحاد كان نسمي federation، وديك الساعة بلزمني بس لكل user one username one password. والابليكيشنز في عندهم الاكسس كنترول ليست، وبيسووا ديسيجنز على الاي سي ال اللي موجوده عندهم باستخدام هدول الكريدنشلز. اوكي او ممكن نبعث كابابيليتي ليست لما بنسوي كمان شويه عمليه الايش الاوثنتيكيشن، ابعث مع كل يوزر الكابابيليتي ليست شبيهه جدا بالايش بالشيء اللي سويناه في الكير بروسس متذكر. اوكي بالشيء اللي سويناه بالكير بروس. سو في عندنا هيوج سيفينج، ممكن اسوي ام كريدنشالينج وهذا اقل كثير 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 من ام ضرب ان، صح؟ اقل كثير من ام ضرب ان. فيتنج از بيتر وكلوزر تو يوزر. اوكي سينس اون اورجانيزيشنز داز الفيتنج، كل واحد بيسوي الفيتنج في الاورجانيزيشن اللي هو فيها، مش بيسوي فيتنج ريموتلي زي الكير بروس. حتى كمان بيسوي في الاورجانيزيشن اللي هو فيها بيصير له الفيتنج، وببعث بس توكن انه هذا trusted او مش trusted. credentialing is better can afford multi factor. طبعا ممكن يعني اسوي البايومتريكس كمان هون، يعني انا في الوزاره عندي او في التعليم العالي اللي في الجامعه اللي عندي
بقدر اتبع الموظفين اللي عندي والباسورد تاعتهم والفينجر برينت تاعتهم والايرس تاعتهم، صح ولا لا؟ بس تخيلوا هل بقدر اتابع كل هذا الحكي لكل المواطنين في فلسطين لحالي؟ لا، بس كل وزاره وكل مؤسسه تابع اللي عندها ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لا لا سلايد 2 سلايد 2 اوكي نفس السوليوشن يعني كونتينيويشن على نفس السوليوشن. credentialing is better قلنا، و each user only needs one credential اللي هي single sign on. lower barriers to access و more accessibility to the system, more available system. so رح نحكي عن ال FIM definition and concept في هذا النطاق، انه هلا الوزارات المفروض انها تبني بينها نوع من الفيدريشن الاتحاد والثقة اوكي، وتسوي بناء لهاي الثقة مبنية على انها حكومة فلسطينية كلها في النهاية، صح ولا لا؟ حكومة واحدة وزارات فيها عدة وزارات زي ما حكينا، ما فيش حدا احسن من حدا لانه في وزارة مختلفة، ما يعني مش مقبول يعني هل حدا فيكم مقبول انه لانه انت في وزارة التعليم العالي احسن من اللي الشخص اللي تابع لوزارة الاتصالات؟ مقبول احنا قلنا نو يعني في الفيدريشن مش مقبول اوكي، في الفيدريشن مش مقبول، كلياتنا نتمتع بنفس الصفات ونفس الثقة لكن مش بنفس الصلاحية، مش بنفس الصلاحية، مقبول. سو قبل ما نعرف الـ FIM نفسها نعرف بعض التيرمز اللي لها علاقة في الـ IFM. Identity شو معناتها Identity؟ اللي هي عبارة هوية اوكي، a whole set of attributes، مجموعة من الاتريبيوتس اللي in combination uniquely characterizes a person، user name password شخص اسم اللي هي الهوية كاملة اوكي، كل اشي طبعا hair color sound اثنين اللي هم ال you know you are وbosses اوكي وغيرهم من الأشياء. attribute اللي هو a property اللي quality of characteristic of an entity اوكي، عبارة عن property إضافية اوكي، عمره مثلا for example what else ممكن تكون كمان IP address ممكن تكون إشي بتعامل معه. الidentifiers بشكل عام أو يعني ال identity والattributes بيستخدموا إشي اسمه identifiers، مثلا ال username is identifier، DNS is an identifier، ال LDAP DNS is an identifier، ال URLs ال IPs كلياتهم شو مالهم؟ إشي معرفات، هم عبارة عن معرفات في علم ال attribute assertion اللي هو statement made by an authority that an entity has a particular attribute، إقرار من شخص أو مؤسسة أو authority معينة إنه هذا الشخص يتمتع بهاي الصفة أوكي، هي إقرار so has a particular attribute. An authority can be the entity itself or a trusted third party. ممكن أنا أقول إنه أنا بتمتع بهاي الصفة أو شخص بيشهد إنه أنا بتمتع في هاي الصفة. إذا شخص تعريفات قانونية؟ آه طبعاً تعريفات قانونية. قانونية تعتبر رسمية. No, it's not my own view. It's not my own view. هذه اللي هم terms تستخدم في فكرة الـ FIM. مش مني هاي terms. أوكي؟ يعني هاي يعني ممكن تأخذها وتروح على legal things وتبلش تبني فيها. أوكي؟ هذه terms مش مني. Attribute certificate authorization credentials اللي هو cryptography protected usually digitally signed attribute assertion that can be validated. اذا عباره عن asserted attribute بس شمالها certified. certified usually من مين؟ من third party او من certification authority، يعني شخص مخول انه يعطي attribute لهذا الشخص ويسوي assertion ويشهد انه هذه attribute موجوده عند هذا الشخص ومصدقه، زي الهويه مش عليها ختم. هلا الهويه يعني هويتنا احنا الشخصيه مش عليها ختم، هذه يعني عباره عن اتريبيوت سيرتيفيكت. طبعا الاتريبيوت اوثوريتي اللي هو ان اوثوريتيف سورس فور اسيرتينج اوكي اتريبيوتس اباوت انتيتيز
سيرفيس بروفايدرز اللي هم مزودي الخدمات، ان انتيتي ذات بروفايدز ا سيرفيس تو كلاينتس، وايدنتيتي بروفايدر اللي هم ان انتيتي ذات بروفايدز ان اوثنتيكيشن سيرفيس اند از ايفن يوجوالي، هي نفسها بتكون عباره عن ايش؟ اتريبيوت اوثوريتي. سو يوجوالي احنا في فلسطين ممكن نبني كل هاي الاشياء، ما عندناش مشكله فيها. يعني ممكن نجيب وزارة هي اللي تتحقق من الأشخاص وتتحقق من الهويات تاعتهم وتعطيهم الكريدينشلز اللي إلهم والبروبرتيز اللي خاصة فيهم وتختمها وتثبت إنها مختومة. في مشكلة عندنا قادرين إن نسوي في فلسطين، هذا مش مشكلة. نفس كونسبت السي إيه، نفس كونسبت السي إيه. بس تذكر السي إيه عبارة عن إيش؟ ويب بيز ثينكس. هاي عبارة عن يعني اتريبيوتس للاف اي ام، يعني لها علاقه بس في الاوثنتيكيشن نفسه، اوكي، للبيرسونز نفسه. هاي اعطيت صلاحيات مش معينه ولا بس شوف يوجوالي عشان اسوي كل هذا الحكي كمان بدي فوقيهم ايش؟ سيرتيفيكتس. اوكي، يعني الاشخاص اللي بدهم يتبنوا عمل هاي الاشياء بدهم يكون كمان بانينها في استخدام الببليك كي انفراستراكشر اللي انتم درسوا حتى نسويها صح، لانه هذا ما بدنا مش شخص بشخص بدنا نسويها، بدنا نسويها برضه باستخدام الببليك كي انفرا استراكشر. بس في النهايه يعني اللي بقصده اسيوم انه كل وزاره في فلسطين قادره على انها تعطي الموظفين او التابعين لها او العملاء اللي عندها ما يكفي من الثقه بحيث انهم يحملوا كريدينشلز. هاي الكريدينشلز ممكن تكون يعني البنك ثقه ولا مش ثقه اللي بتاخذه منه؟ ثقه، صح ولا لا؟ الهويه اللي معنا ثقه ولا مش ثقه؟ الرخصة ثقة، صح؟ أوكي، ثقة يعني نو سيريوس. إحنا هلا يعني مش عمال نستخدمها في البنك، أنت حتى لو أنت مزورها بس هي ثقة في النهاية، مزبوطة ولا لا؟ هي أنت بتقدر تسحب عليها فلوس وبتقدر تسوي عليها كل الأشياء اللي بدك إياها. الرخصة على البطاقة، الأيدنتيتي تاعت الكارت الجامعة، كلهم هدول أوثنتيكيشن أو أنتيتيز ومع أتريبيوتس مع سيرتيفيكتس عليهم. في النهايه وي اسيوم انه هاي الاشياء موجوده وي كان دو ات ان بروبر واي. باي ذا واي مش صعب انها تتسوى في البروبر واي، يعني اذا قصدنا احنا نسوي بوليسي معينه نطلق كل هاي الاشياء وتصير هاي الاشياء كلها سليمه ما فيهاش مشكله. اسيوم انه كل هاي الاشياء موجوده عندنا، يعني كل التيرمز سيرتيفيكيشنز يعني كلها سيرتيفايد ثينجز، اسيوم انها موجوده، شو بقدر اسوي منها؟ بقدر اسوي شيء اسمه FIM اللي هو Federated Identity Management لكل الشعب الفلسطيني بوزاراته ومؤسساته المختلفة. نشوف بعض التعريفات من بعض الويب سايتس أو من بعض المؤسسات العالمية اللي لها علاقة، طبعاً مأخوذة as is okay من هاي السايت. So from the RSA website, a Federated Identity is a single user identity that can be used to access a group of websites bound by the ties of federation. Okay. إذا باستخدام الاتريبيوتس اللي معك من one organization you can access other organizations. بالنسبة لنا هذا perfect للوزارات ولا مش perfect definition؟ perfect definition. طبعا without the federated identity users are forced to manage different credentials. إذا ما فيش عندهم federation كل واحد بده يحمل user name وباسورد لكل مؤسسة أو لكل organization بده يراجع. شوف التعريف الثاني، federated identity management builds on a trust relationship established between an organization and a person. A federated identity makes it possible for the end user to use one trust relationship to access information with another. Okay? So, related company without establishing new credentials. Microsoft, شو تعريفها؟ مايكروسوفت باي ذا بيو كانت من الناس السباقه لهذا الامر بصراحه، بس ما قدرتش تكمل. هلا بنشوف ليش ما قدرتش تكمل. اوكي، فيدريتد سيستمز نيد تو انتروبريت اكروس اورجانيزيشنال باوندريز اند كونكت بروسيس يوتيلايزنج ديفرنت تكنولوجيز. كمان في ديفرنت تكنولوجيز كمان كثير مهم هون، كثير مهمه جدا هذه. ليش؟ لانه هلا الوزارات فيها ديفرنت تكنولوجيز حقيقه، صح؟ اند كونكت بروسيسز يوتيلايزنج ديفرنت تكنولوجيز ايدنتيتي ستورج سيكيورتي ابروتشز and programming models within a federated system. طبعا identities and their associated credentials are still stored, owned and managed separately. حلو جدا، تعريف رائع. كل وزارة عندها تكنولوجيا مختلفة، عندها programs مختلفة، عندها applications مختلفة، عندها user model مختلف،
ويوزرز عندها والاوثنتيكيشن اوكي والاوثنتيكيشن عندها. اذا بقدر ابني الفيدريشن واقدر اخلي يوزر في وزاره ما يدخل ياخذ سيرفيسز من وزاره ثانيه. سيرفيسز محدوده مش بالضروره مفتوحه. سيرفيسز محدوده مش بالضروره مفتوحه. طبعا فيدريتد ايدنتيتي مانجمنت كان بي ديفايند از ان اندستري فريم ورك، كمان هذا كثير مهم، بيلت اون توب اوف اندستري ستاندردز that let subscribers from disparate organizations use their internal identification data to obtain access to networks of all enterprises in the group. اذا كل different definitions بصبوا تقريبا بنفس المفهوم. So حلو جدا، كل وزارة عندنا هلا صار بانية اشياء، يا بنكمل فوق البانيين ويا بننسفه كله بنبدا من جديد. كل واحدة لها ثمن، مظبوط ولا لا؟ بس واضح جدا على الاقل في الفتره الجاي من هون لخمس سنين ما حدش راح ينسف اللي عنده ويقول بدي استخدم نفس التكنولوجيا اللي موجوده في وزاره الداخليه وفي اي وزاره تانية. اذا السوليوشن انه احنا نبدا نبني في اللي عندنا، نبدا من اللي عندنا ونبني عليه ونبني فيدريشن حوالي. سو وات از اف اي ام بدك تبني بوث، بدك بوث عشان يصيروا جهه واحده، بدها بوث ولا لا؟ بدها كل جهه تعرف شو الستاندردز وفي نفس الوقت بدك تبني التراست. يعني كل جهه هي عارفه اوريدي هي شو المشروع لليوزر تبعها فقادره على انها تعمل اي طبعا. بس شوفوا في عنا يعني خلينا نكون اونست مع انفسنا كمان، بدنا نعلي يعني انا وهذا تخوف يمكن الاستاذ منير اللي مش معجبه في الامر اللي هو بدك تعلي الليفل اوف تراست داخل كل وزاره. يعني بمعنى او باخر الستاندردز اللي والبوليسز اللي داخل كل وزاره لازم تلبي حد ادنى من الريكويرمنتس عشان تدخل في الفيدريشن. كمان مره، كل وزاره لازم تلبي حد ادنى من الـ من المانجمنت او من السكيورتي ايشوز وستاندرد عشان اسمح لها تدخل في الفيدريشن. بس لا صدقوني اذا وزارتين ثلاثه دخلوا سووا فيدريشن كل الوزارات راح تنضم وراح تحقق الريكويرمنتس من غصب عنها، راح شوي شوي تبدا تحقق الريكويرمنتس عشان تدخل، لانه ما بتقدرش تستنى. الوزارات ما بتقدر تستنى. بالاضافه لما بدناش ننسى انه في عندك اذا هذه الامور صارت عباره عن 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 نوع من انواع المنافسه زائد الاجبار، خلينا نسميه احنا عندنا حكومه، في عندنا كمان مجلس وزراء كمان، صح ولا لا؟ هو بيقدر يجبر كل الوزارات على اتباع الحد الادنى من الريكويرمنتس بحيث انه يصير في عندي في النهايه فيدريشن. اوكي سو a group of organizations اللي هم بالنسبه لنا ministries, associations, municipalities that set up trust relationships with which allow them to send attribute assertions about user identities between themselves in order to grant user access to their resources. A user can use his credentials. طبعا بدي هون كمان تنسوش ان ال AAA concept هون كثير مهم. ليش كثير مهم ال AAA concept هون؟ لانه كل حركه لازم اكون fully monitored. اوكي auditing وفيها authenticated صح في وزارته authorization صح على الابلكيشنز اللي بده يروح عليها. اوكي يعني مش مزح الامر، مش انها يعني انه سخيف، بس انا بحكي مقارنه بالوضع اللي احنا فيه هذا ممكن الحكي انه يسوي عندنا قفزه جيده في عمليه في كونسبت الاي جوفرمنت. اوكي كان وي يوز ات فور بالستاين هذا كويستشن. مين مقتنع مين مش مقتنع؟ انا اسمع صرت مقتنعة؟ أنا كمان قبل 20 سنة لولا إزاحة الدولة من الوجود، إغراق إزاحة الكويت من الوجود.
انه ربيع ربيع تكنولوجي ربيع تكنولوجي عشان نروح للكوتش. هو توجه يعني تقني سليم ميسر للحياه في مستخدم لمعطيات العصر، ولكن كتطبيق عملي في محيطنا وفي في واقعنا الشرقي بعتقد انه راح يكون صعب. كمان ارى محمود احكي. انا مبسوطه كثير لان عن جد الاستاذ منير غير رايه عن اول محاضره. غير رايه، صار شيء ممكن قابل للتطبيق، في صعوبه كان اول مستحيل يا 100% يا لا. فمعناته اذا احنا قادرين على نغير الكونسبت تبعونا شوي شوي رح نقدر نوصل. انت كل واحد فيكم تقريبا في الميدل ليفل في الوزارات صح؟ يعني خلينا نسميهم في الميدل ادمنستريتيف ليفل في الوزارات، يعني الاي تي يعني لا انتم وزراء ولا وكلاء وزراء، لا 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 مش جدي مجهول، لا لا يعني اعتقد انه يعني الليفل تاعت الاي تي بيبل في الوزارات يوجوالي ليفل جيد يعني او فوق الجيد يعني متوسط فوق المتوسط وماخوذ برايهم. في منه هذا الحكي اللي بحكي ولا فيش منه؟ ايه يعني شو اللي بتقنع فيه بوافق عليه. اوكي بس انتم ما تكونوش ضد التشينج مانجمنت، انتم ما تكونوا ضد التشينج مانجمنت اوكي، مشكله اذا انتم بتكونوا ضد فكره التشينج. طبعا كمان مره هذا الحكي بده ميتينجز حقيقيه، بده بروجكت لحاله حتى نبني مثلا شيء زي هيك، بس مش ضروري نستنى. يعني زي ما حكينا خلينا نقول كل 3-4 صحبه في وزارات مع بعض يجربوا يبنوا شيء زي هيك. هلا بنشوف كيف بنبنيه طبعا، يعني هلا بنشوف تكنيكالي كيف بنبنيه. لا ما بدك تغطية إدارية، ما حدش بيمنع أصلاً، ما حدش بقولك اشتغل لحالك، ما حدا بقول اشتغل لحالك. أنت تتوقع إذا مديرك مش راح يسمح لك. روح ما تشتغل في تجارة ناجحة. في تجارة داخلية في الوزارة، مع كثير مؤسسات بطلبوا منكم شغلات وبتعطوهم يعني. بس ترضوا الأوثنتيكيشن منهم، ترضوا الكريدينشال ساعاتهم. اوكي ما هو ليش انت معطي نفسك هاي الصلاحيه؟ انا بحكي لك شغله، في مشكله موجوده هلا. انت بجوز بتروح بتجيب امر انه بتشتغل بتطور الطاقه من اللي عندك عشان تحمي المعلومات الموجوده. المشكله وين؟ انه قديش انت عامل بوليسي ومحاول تحميها، وفي النهايه بتروح تعطيها لمؤسسه ثانيه، المؤسسه الثانيه ما فيش عندها ادنى حد من حمايه هاي المعلومه، والمعلومه بتروح بتضيق للعالم. طب انا بنسيبها شوف اوكي انا معك 100% من حيث المبدا، بس مش من حيث التنفيذ. بدك بوليسيز تعطيك على مستوى الحكومه مش على مستوى الداخليه ولا على مستوى اي وزاره ثانيه، تعطيك شو الاشياء اللي المفروض تطلع والاشياء اللي المفروض ما تطلع والاشياء اللي اذا طلعت لاي مستوى تطلع. اوكي هذا معك، بس انت نصبت نفسك لحتى الان انك تمنع. وبحكيش انا شخص، انا بحكيش كشخص. المؤسسه الثانيه برضه يكون الحد الادنى من البوليسي اللي حكينا عنها قبل شوي متوفر عندها، موجوده عندهم عشان بدك تيجي ستاندرد. طيب مين بده يحكم، انت ولا بدك طاقم يحكم هذا الحكي؟ الفيدريشن اللي بدك تحكم. الفيدريشن دير بالك مش انت اللي بدك تكون الحكم. اوكي يا بسمح لك تنضم، يا بسمح لك شو اذا انضميت بدك تكون يعني كل الناس المضمومين. والانضمام على فكره زي ما حكينا يعني ممكن يكون في مرحله من المراحل مش اختياري، يعني ممكن في البدايه نسوي اختياري بس في النهايه ممكن نسوي نوع من انواع الـ 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 تفضل. في شيء ثاني احنا بنطبقه مثلا البي بي ان. هلا لما بدش لك من البيت من عندي او بعض الادمنستريترز الموجودين او الشباب المهندسين يدخلوا بي بي ان البيت. اوكي هلا في بوليسي حاطينها او مطبقين شيء انه هذا الجهاز بدك تستخدمه اول شغله انا بدي افرض عليه عده شغلات، اذا حصل انتباه اذا اب تو ديت ولا لا. اوكي برافو اوكي برافو. في بوليسي معينه بتطبقوها، مش يعني مش هوائيه لانه هذا صاحبي بعطيه ولا هذا مش صاحبي بعطيه هوش مثلا. انتباه اب تو ديت يعني لايسنس ما فيش مشكله في رسائل على الجهاز على الاقل يعني. اوكي الفايروال على جهازك شغال ولا لا؟ هلا اذا حصل هذول الشغلتين اذا موجودات على جهازك وشغالات اوكي بسمح لك تنضم وبعدين تشتغل، بس بعدين بتعطيني الجهاز بتشتغل الميزانيه والباسورد تبعونك
وتدخل على الفي بي ان او ثرو الفي بي ان. مش موجودين عندك لا ما بدي. كويس جود، في بوليسي على الكل بتطبقها؟ انا هي مبدا طبقها على الكل طبعا. اوكي كويس جيد، ما في مشكله انها تكون ريستريكتيف، بس المشكله انه تطبق شيء على ناس وشيء على ناس لا. جزء من هيك بتيجي اكيد تطبق شيء زي ايزو 27000 طبعا. مثلا ايزو كل سنه طبعا في عندك ايش انه هم اكيد محققين ليفل كل منطبق عليه، اذا هو اكتسب ايزو معناته الشروط اللي بيرفكت. حلو الكلام، حلو جدا. يعني مصطفى بيقترح اقتراح حلو جدا انه كل واحد الايزو جروب او الايزو سيرتيفايرز سيرتيفاي هيم تو بي ان ايزو 27000 ات مينز انه محقق المينيمم ريكويرمنت بغض النظر الداخليه وافقت عليه ولا ما وافقت، الاتصالات وافقت عليه ولا ما وافقت. بدنا نبلش نحكي يا جماعه، احنا بدناش نمسك كثير. دير بالك يعني تتوقعش لا من الزملاء الوزراء ولا من الزملاء ولا من الدكتور سلام فياض انه يجي يقول لك تعال انا بدي اسوي لك 27000. احنا بدنا نبلش، احنا كتكنيكال بيبل، احنا زي ما قلت لكم الليفل تاعنا جاي في الميدل في الـ في الـ في الهيراركي الادمنستراتيف هيراركي في فلسطين، جاي في الميدل واقرب ناس على فكره احنا للادمن بيبل اقرب ناس. ليش؟ لانهم بيستشيرونا. دير بالك انا بتحداك اذا ما كل واحد فيكم قاعد مع وزير يحكي معاه في هذا الموضوع، اوكي، او رئيس بلديه او شيء يعني. او وزير او وزيره، ما بدها وزيره محمود، بدنا نحطها وزيره في يوم من الايام. اوكي، قريبين من صناع القرار احنا، خلينا نبلش نسوي نوع من التوعيه ون اوكي في هذا الاتجاه. بدنا يعني هيك، احنا لسنا الجهه الوحيده، يعني ربما برضو احنا بايس لانفسنا، بمعنى انا لاني تقني بدي اضل امشي باتجاه الترند التقني لا ما لا نهايه، بدي اضل اجيب براوتر جديد وفاير وول جديد. نو ما حكيت شيء، انا ما يعني ما حكيت شيء.